زين هسه كملنا الاس اس ال، نجي على البروتوكول الثاني اللي هو البديل عنه، يعني مو اثنينهم يتنفذون سويا، يعني ماكو فد براوزر يدعم الاثنين حيتنفذون الاس اس ال ويا تي ال اس، لا هذاك كان القديم، هسه الحديث اللي بدا ينتشر هوايه هو التي ال اس اللي هو هذا منو طوره يا وكاله انترنت انجينيرنج تاسك فورس اللي هي احنا نرمز لها بالاي اي تي اف اوكي اللي هي الستاندرد فيرجن للاس اس ال. هذا هو النموذج هسه الحالي المتطور اللي هو نفس الوظيفه الاساسيه والبروتوكولات الاربعه اللي ينفذها الاس اس ال نفس التي ال اس ينفذها very similar with slight differences. فما راح ندخل نشرحها بنفس التفاصيل، ما راح ندخل عليها. الفيرجنات المتوفره بهذا البروتوكول هي فيرجن الاول 1.1 1.2 1.3، ما اعرف اذا اكو اسا فيرجن حاليا متطور اكثر من هذا من تبع الموضوع. هذا الوايدلي يوزد بالابلكيشن وين بيا تطبيقات بالايميل، هسه الايميل راح يدعم التي ال اس، الانستنت مسجز هاي اللي تتذكرون كنا نطبق الياهو مسج، الشات خلينا نقول برامج الشات، والفويس اوفر انترنت بروتوكول. هذول مجموعه الابلكيشن اللي تدعم تطبيق التي ال اس. طيب اول سنه ظهر بهذا البروتوكول هو بال1999، اللي قلنا الفيرجن الحالي هو 1.3 اللي ظهر بسنه 2018، يعني كلش حديث. طيب الفروقات اللي بين الاس اس ال والتي ال اس، هذا اكثر كفاءه، تي ال اس اكثر كفاءه من الاس اس ال، ويدعم سترونجر مسج اوثنتيكيشن. المسج اوثنتيكيشن تنفذ بيه تكون اقوى، الكي ماستر جنريشن، عمليه الماتيريال جنريشن، عمليه توليد الكي، الالجوريثم اللي تستخدم لتوليد الكي تكون افضل ايضا، وايضا الانكريبشن الالجوريثم. فاذا دول ثلاثه تكون اقوى بالتي ال اس من الاس اس ال. طيب التي ال اس ايضا الفرق الثاني يخلي ال HTTPS connection اسرع واكثر امان، اذا هذا يخليه اسرع. ال SSL راح ينفذ ال HTTPS بس ابطا اوكي، والسكيورتي مالته اقل. هاي الفروقات الاساسيه بين التو فيرجن، نفس الوظيفه ونفس العمل. طيب من جتي هاي السرعه حنشوف TLS 1.3 eliminate number of all algorithm، هاي خلتها secure اكثر لانه لغى عدد من الالجوريثمات القديمه اللي الامنيه مالتها قليله او تمثل تهديد للبيانات المنتقله بين السيرفر والكلاينت. وايضا الهاند شيك بروتوكول، تتذكرون ايش كم رساله وايش كم فيس يتكون من عندها، involve one round and all information is passed at that time، يعني عدد المسجات المنتقله كلش اقل ولذلك يكون اسرع، الكونكشن يكون اسرع. اوكي فاذا ليش سكيور؟ لانه لغى عدد من الالجوريثمات القديمه. وليش فاست؟ لانه الهاند شيك بروتوكول راح يتكون من 1 راوند، كل المعلومات راح تنتقل بيها. البروتوكول الثاني اللي قلنا نفس الموقع نفس الوظيفه يؤديها ونفس البروتوكولات الاربعه اللي يتالف من عندها الاس اس ال، هو نفسه يتالف من عندها التي ال اس. نجي على هذا المصطلح ايضا، يمكن اعتقد همين ادرسوا بالشبكات هذا، لانه يعني هو مو بروتوكول انما تعرفوا انتم هذا هنا هايبر تكست ترانسبورت بروتوكول، اللي هو شوفوه بالبدايه مال اليو ار ال، العنوان اللي انتم تكتبوه بالادرس بار HTTPS، هو عباره عن كومبينيشن بين ال HTTP وال SSL او TLS اوكي، حتى ينفذون سكيور كوميونيكيشن، اتصال امن بين الويب براوزر المتصفح اللي انتم تكتبون عليه او تطلبون معلومات من عنده، والويب او السيرفر، الويب سيرفر اللي هو وين السيرفرات اللي مخزونه بها البيانات اللي انتم تريدوها باي مكان بالعالم اوكي، حيسوي كونكشن سكيور بين هذا البراوزر وبين السيرفر حتى تنتقل البيانات بيناتهم بطريقه امنه ومشفره. هذا وين يكون ايضا الكابابيلتي مال HTTPS حتكون متوفره، قلنا قبل شوي بدايه المحاضره قلت اني بمودرن ويب براوزر، بالويب براوزر الجديدة، مو انتم تجون تضيفوها مانوالي مثلا البراوزر مالتكم. وايضا depend on the web server supporting HTTPS، ها مو بس الكلاينت لازم هو يدعم ال HTTPS حتى يتم العملية، تتم العملية secure و fast، انما لازم حتى السيرفر يدعم هذه الخدمة
لازم هذا السيرفر عنده. اذا الكلاينت والسيرفر يدعمون ال HTTPS، يلا تتنفذ سكيور لينك بيناتهم. اوكي ليش يقول لك؟ لانه بعض السيرش انجين ما تدعم ال HTTPS، مثلا الجوجل. هل انتم كل السيرش كل ما تكتبون اي شيء بالانترنت راح تشوفون موجوده بالبدايه HTTPS؟ لا، مرات تشوفوها ظاهره مرات ما تشوفوها. ليش؟ لانه الجوجل بروفايد HTTPS as option، يعني مو دائما متوفره به هاي الخدمه. مرات تشوفها موجوده مرات، اذا منتبهين هسه حاولوا بالايام الجايه يعني حاولوا تدورون على اي شيء بالانترنت مو دائما تشوفون هاي الاس موجوده. هذا الرسم الفروقات الاساسيه بيناتهم، هذا ال HTTP وال HTTPS. هنا هذا اليوزر او الكلاينت او الويب براوزر. اوكي هنا راح يجي يستخدم هاي الخدمه نورمال بورت، اذا كان بدون اس insecure connection وراح يستخدم البورت راح يكون يا مفتوح يا بورت، البورت 80. اوكي واذا كان اللي بيها HTTPS حيصير encrypted connection، اي شيء حينتقل حيكون مشفر وراح يستخدم يا بورت 443. اوكي وراح تنتقل يا سيرتيفيكيت حتنفذ بها ال SSL certificate. وهنا نشوفوا هذا المثال على ذول الاثنين، هذا السيرفر وهذا البراوزر مالتنا. هاي بحالة ال HTTP ال URL حيكون بيها بس HTTP، وهنا إذا كان السكيور حيكون بيها بالبداية HTTPS. زين طيب ال HTTPS راح يشفر بيها هاي المحتويات التالية مال ويب براوزر، مال صفحة الإنترنت اللي أنتوا تطلبون من عندهم معلومات. ال URL كله هذا كله راح يشفر، Uniform Resource Locator راح تدرسوه سنة الثانية، حتدرسون شنو معناه. Of the requested document، للدوكيومنت أو للفايل اللي أنتوا تدورون عليه بالإنترنت راح الموقع مالته راح يشفر. محتويات الفايل نفسه ال PDF اللي تطلبوه راح يشفر. بعد محتويات البراوزر فورم، البراوزر فورم اللي هو يعني اللي بيشتغل بالويب براوزر، البرمجة مالته الداخلية الهيدن الباك إند، خلينا نقول شكو بي شلون الهدر مالته والمعروف ايش والالوان والكلر والفونت، هاي كلها راح تشفر داخليا. الكوكيز اللي يدزها البراوزر للسيرفر او من السيرفر للبراوزر، هاي مرات تطلع لكم، هل تريدون الكوكيز حتى تطلع لكم كل الاعلانات او ما تريدوها، حتى الكوكي حتكون مشفره ايضا. ومحتويات ال HTTP هيدر اللي هي قلنا الهيدر هي اللي بيها المعلومات اللي تفيد الداتا اللي تنتقل وين حتروح بالضبط، كل هاي المحتويات الخمسه راح تكون مشفرة بال HTTPS. إذا ماكو S ماكو أي شيء راح يشفر. هذا ال HTTPS وين موجود؟ بدوكيومنت اسمها RFC 2818 اللي هي اسمها HTTP over TLS. ماكو أي change أو اختلاف بين ال HTTP اللي يدعم ال SSL أو TLS. اثنين اللي ينفذ هذا ال SSL او ينفذ TLS اثنيناتهم راح نسميهم HTTPS، بس قلنا هذا يكون اكثر سرعه واكثر امان ال TLS. نجي على اخر بروتوكول ضمن ال Transport Layer Secure Shell او المختصر مالته SSH، عباره عن Network Communication Protocol used to access the network device or server over the internet. اللي مستخدم عندكم application من تستخدمون ال virtual connection، يعني أنا حاسبتي أقدر أتصل بها بأي حاسبة ثانية زين موجودة بغير منطقة بالعالم أو بغير منطقة بغير مدينة مثلاً، بس أكو بياناتنا شنو مشتركين بنفس النتورك، عندنا نفس الشبكة مال نتورك. أوكي يعني خلينا نقول أنا ببيتي عندي شبكة إنترنت مال بيت مالتي، وبجامعتي أكو شبكة إنترنت داخل الجامعة، كل الحاسبات مال الجامعة مربوطة هاي الشبكة. أنا شو أسوي إذا أنا ببيتي مكان ما أروح للكلية أداوم حتى أوصل لحاسبتي هناك وأفتحها وأتمتع بالفاسيلتي والخدمات اللي تقدمها الحاسبة أو حتى الإنترنت هناك اللي بداخل الحاسب الجامعات، راح تقدر توصل بيها الاشياء وملفات وخدمات ما تقدر انت تتمتع بيها اذا انت تستخدم الانترنت مال بيتك. ايش راح تسوي؟ راح تسوي فيرتشوال كونكشن، كانما شبكه وهميه بينك من حاسبتك للحاسبه مالتك بالجامعه اذا مفتوحه طبعا. زين
فش راح اسوي؟ حدوس ابلكيشن، اكو هواية برامج تقدر تسوي بالفيرتوال كونكشن من ضمنها السكيور شيل، واكو برامج طبعا احدث، اكو برامج بعد اقدم، اكو هواية برامج، بس هذا خلينا نقول اللي هو المعروف اللي الكل تستخدمه الستاندر، اللي هو لا خلينا نقول قديم ولا كلش جديد. زين، وهذا يدعم الدوز، يعني من حتفتحوه تنصبوا بحاسبتكم تفتحوه يطلع لكم شاشة سوداء وتنفذون بها اعازات الدوز، حتى يطلبون عندك تدخل مثلا اسم الحاسبة دي شماتك على الانترنت على الشبكة شنية، يا رقم بورت راح تفتح، الباسورد مالتك شنو، بعدين من انت يتحققون فيريفيكيشن اوثنتيكيشن لك هويتك منو انت مسجل هناك فعلا، يحقوا تستخدم ريسورس معين هناك، ينفتح لك شانل الحاسبة تنفتح مالتك. اوكي، فتقوم تقدر مثلا تنقل بيانات او ملفات من الحاسبة مالتك اللي عندك، ممكن مثلا انت وقاعد بالبيت تطبع فرشي مثلا، او تخزن بياناتك بهارد درايف هناك. فعملية اللي ينظم هذا الشيء او البروتوكول اللي يخليك تسوي اكسس على النيتورك ديفايس او سيرفر عبر الانترنت نسميه واحد من عندهم طبعا اسمه سكيور شيل. ليش سكيور؟ لانه حتى الداتا راح تجيبها من هناك، الداتا المنتقله او اي شيء راح تسوي راح يكون مشفر، وراح يصير بي اوثنتيكيشن او ديجيتال سيجنتشر او اي ليفل من السكيورتي يوفرها هذا البروتوكول. الاس اس اتش، اوكي، ذاك اسمه الاس اس ال، هسه احنا بدنا نحكي على منه اس اس اتش اللي طورته شركة SSL Communication Security LTD. أوكي، تسمح للمستخدم أن يسوي لوج إن، حيسوي لوج إن يدخل بطريقة آمنة، يعني حتى مات الباسورد والاسم راح يشفرون من يندزون عبر الإنترنت securely into another computer، إلى كمبيوتر ثانية عبر النتورك. يعني أنا أسوي أول شيء أسوي أربط أسوي virtual connection، أربط للشبكة مال جامعتي مثلاً أو مال الشركة اللي أنا أشتغل بيها، يلا أفتح هذا secure shell، يلا أفتح هذا secure channel حتى يوفر لي أمنية بالمعلومات المنتقلة بين حاسبتي والحاسبة اللي دارت أوصلها بغير مكان على نفس الشبكة، أهم شيء على نفس الشبكة. حتى شو أسوي؟ execute command حتى انفذ اي برنامج او اي اعازات بالريموت ماشين، بالماشين او الحاسبه البعيده، او اسوي ترانسفير للفايل من وان ماشين تو انذر، يعني من ذيك الماشين ذيك الحاسبه الحاسبه مالتي ثرو ذا نتورك. هذه وظيفته الاساسيه. شو يوفر؟ يوفر سترونج انكريبشن، يوفر تشفير للبيانات المنتقله، الانتجريتي بروتكشن، اوكي، راح يوفر ايضا سترونج اوثنتيكيشن، وهذا SSL حيتكون من 3 بروتوكول. زين، هسه نجي على النقطة الأولى، يوفر strong encryption و integrity protection. Once the connection has been established، لما يصير اكو connection بين حاسبتك والحاسبة البعيدة باستخدام SSL client server، هذا طبعا عبارة عن software ممكن تحطوه بحاسبتكم وتنفذون هاي الخدمة، الداتا اللي راح تنتقل راح تكون مشفرة اعتمادا على البراميتر اللي راح يصير اتفاق عليه بمرحله السيت اب. يعني انت اول ما تجي تفتح البرنامج هذا راح يطلب من عندك مجموعه اشياء وتوافق عليها انت او متوافق، وبعدين هاي الاشياء اللي هي تسميها مرحله السيت اب، من تصير كل شيء اوكي تتفق عليه دوس اوكي، خلصت المرحله مال السيت اب، تبتدي مرحله انه ينفتح لك نافذه وتبدي تنفذ اي شيء انت تريده. فاذا مرحله السيت اب اي الجوريثم احنا تم اتفاق عليها انه ننفذها مال انكريبشن مال انتجريتي راح تنفذ بعدين لما تنتقل البيانات ديورنج نيغوشيشن، مرحله المفاوضات خلينا نقول بين البلانت والسيرفر، راح يتفقون على السيمتريك انكريبشن الجوريثم، اوكي، ويولدون الانكريبشن كي اللي راح يستخدموه بتشفير البيانات ايضا كلها بالسيمتريك انكريبشن. احنا السيمتريك هي الطريقه الاساسيه والفورمال لتشفير البيانات عبر الانترنت وليس الاسيمتريك. الترافيك اللي راح يكون منتقل بين الكوميونيكيشن بارتي راح يكون محمي باستخدام سترونج انكريبشن الجوريثم، مثلا الاي اي اس. وايضا راح يوفر لك هذا البروتوكول طريقه تضمن بها الانتجريتي تكامليه البيانات المنتقله باستخدام الستاندر هاش الجوريثم، مثلا الاس اتش اي فيرجن 2 مثلا او 512 او whatever انت شنو الفيرجن مال هذا البروتوكول، راح يكون الفيرجن اللي يدعمه مال انتجريتي الجوريثم او الهاش فانكشن. هذا البروتوكول ايضا يوفر لنا سترونج اوثنتيكيشن، لما انت راح يطلب من عندك الباسورد مرحله السيت اب
راح يطلب من عندك اسم الحاسبه ذيك، راح يطلب الباسورد مالتك مال ذيك الحاسبه ايضا. راح اسوي اوثنتيكيشن للببليك كي، الببليك كي ينتقل بيناتكم ايضا لازم اكو له موثوقيه، اذا ماكو موثوقيه اي واحد يدخل ويدعي انه هذا الببليك كي مالته، فاذا لازم اكو اوثنتيكيشن للببليك كي المنتقله حتى يمكن اليوزر من سنجل ساين اون. هذا المصطلح وين اخذناه؟ قبل محاضرتين بالانتربرايز، تذكرون كوبريشن اللي بيناتهم تعاون، يعني انه اليوزر بس يدخل كريدنشال مالته انفورميشن او الايدنتيفيكيشن انفورميشن، ما يحتاج كل مره يدخلها، يقدر يوصل لكل الريسورسز بهاي النتورك. زين الاس اس اتش ايضا يتكون مجموعه من البروتوكول، هذه هات هنا عندكم الثلاثه واللي موجوده ايضا بالرسم هنا جوا عندكم، هذا اخر رسم، هذه دول ثلاثه، هذه مكونات او البروتوكولات اللي تالف من عندها الاس اس اتش اللي هو الترانسبورت لاير بروتوكول، حيوفر سيرفر اوثنتيكيشن، حنوفر بيه الاوثنتيكيشن للسيرفر وداتا انتجريتي كونفيدنشاليتي تشفير بيانات، وداتا انتجريتي راح نوفر بيه الخوارزميه اللي تضمن لنا تكامليه البيانات، اوكي، وذ فورورد سيكريسي يعني باستخدام خلينا نقول المفاتيح اللي هي سيكريت او شيرد بين الطرفين. والترانسبورت لاير راح يوفر اوبشنالي كومبريجن، اذا الكومبريجن هي خدمه مو اساسيه، يعني اذا طلب الامر اذا كانت موجوده تنفذ، واذا ما كانت موجوده ما راح تنفذ، مو دائما ننفذ الكومبريجن حتى نضغط به حجم البيانات الى اقل مستوى. واليوزر اوثنتيكيشن بروتوكول، هذا البروتوكول الثاني، هذا ايش راح يسوي؟ شنو الوظيفه الاساسيه مالته؟ authenticate the user to the server، اليوزر اللي دا يطلب الوصول الى هاي الحاسبه بالريموت ماشين، اوكي، راح اللي راح يسوي authentication مال هذا اليوزر للسيرفر هو اليوزر authentication protocol، هاي وظيفته. بعد اكو بروتوكول ثالث بالاس اس اتش اللي هو الكونكشن بروتوكول. الكونكشن بروتوكول راح يسوي multiple logical communication channel over a single underlying SSH connection، يعني شنو؟ يعني ممكن أكثر من user يحاول الوصول إلى هذه المشين بنفس الوقت، راح يسوي multiplexing، تتذكرون وظيفة المultiplexer اللي هو أخذته باللوجيك، عندكم multi output single input، multi output single input، يا هو من اليوزر يريد يوصل يفتح له منفذ، يفتح له منفذ حتى يوصل. اوكي بيسوي مالتيبلكسنج لمالتيبل لوجيكال كوميونيكيشن شانل اوفر ا سنجل اس اس اتش كونكشن، هذه وظيفه الاساسيه. وهنا بالمختصر المفيد طبعا هنا ورا ما تكمل هاي المرحله الداتا راح تمر من هذا الريموت سيرفر الى الكلاينت، راح تمر عبر هذول التو بروتوكول اللي قلنا هاي ما لنا علاقه بها لانها ما خاصه بالسكيورتي، حتدرسوها السنه الجايه اللي هو تي سي بي والاي بي، هذا واحد من البروتوكولات اللي ضمن الانترنت بروتوكول، وهذا ضمن الترانسبورت بروتوكول، بي هواي وظائف راح تدرسوها بالتفصيل اللي هي الموضوع الاساسي لماده الشبكات السنه الجايه ان شاء الله. ترانسبورت لاير راح يوفر مجموعه من الخدمات اللي هي سيرفر اوثنتيكيشن، الاوثنتيكيشن مال سيرفر للكلاينت، داتا كونفيدنشاليتي وداتا انتجريتي، اضافه الى الكومبريجن. فإذا حينفذ وحدة اثنين ثلاثة أربع خدمات، الخدمة الرابعة قلنا اوبشنالي. ست وين النقطة الثانية تعتبر كوظيفة؟ كل وحدة لها وظيفة. الاوثنتيكيشن مال سيرفر حيسوي ترانسبورت لاير، الاوثنتيكيشن مال اليوزر مال كلاينت راح يسوي اليوزر اوثنتيكيشن بروتوكول، كل واحد حيأدي وظيفة. زين؟ هذا قلنا الكونكشن بروتوكول لما اكو اكسس لهذا الديفايس من اكثر من يوزر، فراح عندنا ملتيبل شانل راح ينفتح عبر الانترنت على هاي الحاسبه، ممكن هاي الحاسبه يعني اني مثلا عندي الباسورد مالتها واسمها عبر الانترنت اقدر عبر الاس اس اتش انفذ يعني اوصل لها وانفذ اعازات بيها، يجي غير يوزر هم عنده مالتها المعلومات مال هاي الحاسبه على الانترنت يفتح من يمه اس اس اتش ويوصل لها، فبنفس الوقت اكثر من يوزر ممكن يوصل لها وينفذ معلومات عليها او ياخذ بيانات من عندها يسوي كوبي او ينقل معلومات من عنده لها وهكذا، هذا يسوي مالتيبلكسنج يسموه. خوش؟ نعم ست. اذا ماكو هذا الكونكشن بروتوكول، فقط يوزر واحد اول واحد راح يفتح كونكشن ويا المشين هذه
بقية اليوزر إذا حاولوا يفتحون ما يقدرون، حيصير مثل البيزي أو آيدل أو يعني المهم راح ينفتح في الكونكشن شانل. وجود هذا راح يخدم أنه أكو مالتيبل يوزر ممكن يوصلون لنفس المشين at the same time، لأن حيصير لهم مالتيبلكسينج.